السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. حدث هذا الشهر الفضيل شوال فيه بركات وفيه خيرات. وتذكروا أيها الأحباب الكرام أننا قبل رمضان كنا نتحدث عن شعبان، كنا نقول بأن قبل رمضان هناك شهر اسمه شعبان يتشعب فيه الخير، وكان فيه النبي الكريم يصوم ويكثر من صيامه، حتى قيل أنه كان لا يفطر، وأمرنا بأن نصوم شعبان إلى نصفه. لاحظوا صيام شوال مع صيام شعبان ماذا يعني؟ إنه كصلاة السنن والرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها. لاحظوا صلاة الظهر مثلا، قبل الظهر الفريضة نصلي 4 ركعات، وبعد الظهر الفريضة نصلي 4 ركعات، هي عبارة عن سنن الملتصقة بالرواتب. لماذا ربنا شرع لنا السنن ما دام قد فرض الفرائض؟ لماذا شرع السنن إذن؟ لأن الإنسان وهو يؤدي الفريضة قد يحصل له خلل أو نقص، فإن الفرائض تكمل بالنوافل، ويوم القيامة الناس يعرفون حقيقة هذا الأمر. هناك من يأتي بصلاته وبصيامه وبحجه وغير زكاته ولكنها ناقصة، فيها خلل فيها نقص، لكنه حينما يؤدي النوافل قبلها وبعدها فإن هذه النوافل تجبر ما في عبادته من نقص وخلل، فالإنسان يحتاج إلى ما يجبره من الأعمال. وقد جاء في الحديث عن تميم الداري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن أكملها كتبت له نافلة، فإن لم يكن أكملها قال سبحانه وتعالى لملائكته: يا ملائكتي انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع، هل تجدون لعبدي من تطوع، فأكملوا بها ما ضيع من فريضته، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. فربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة سوف نعرض جميعا بين يديه. الدنيا قصيرة جدا، قصيرة أيها الأحباب، نحن الآن في 2021 ميلادية، يعني بزمن الله نحن يلا عندنا يومين، لأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني البشرية منذ بعثة المسيح عليه السلام إلى يومنا هذا يلا مجرد يومان فقط، العمر قصير، وغدا سوف نكون بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى. فالله تعالى سوف يجمع العباد كلهم على صعيد واحد ويبدأ بالمؤمنين ما عندهم من فرائض، فيقدمون صلواتهم وصيامهم وزكاتهم وحجهم، لكن يرى بأن هذه الفرائض فيها نقصان. الإنسان يصلي ولكنه قد لا يخشع في صلاته، قد لا يصليها في وقتها، قد يغفل عنها، قد يجمع الصلاة مع الصلاة، قد يكون في رياء، كذلك في الزكاة قد يعطي زكاته ناقصة، قد لا يحسن توزيعها، كذلك في الصيام أنه يصوم وفي صيامه هناك غيبة أو نميمة أو هناك خصام أو هناك رياء أو هناك مفترات، بل وفي حجه قد يحج الحج وقد يقع في حجه نميمة أو غيبة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج إلى غير ذلك. فربنا سبحانه وتعالى يبدأ بالمؤمنين يوم القيامة ويحاسبهم، فإن وجد فرائضهم كاملة ربنا يتقبل منهم، لكن إذا وجد ناقصة يقول يا ملائكتي انظروا هل تجدون لعبادي من تطوعات. التطوعات الكثيرة، الصلاة فيها تطوعات، فيها النوافل، والزكاة نخرج الزكاة ونتبعها بالصدقات الصغرى، صدقة هنا وصدقة هناك، في الحج نحج ثم نتبع بعمرة هنا وعمرة هناك، والصيام نصوم ونتبعه بأيام فضيلة هنا وهناك، ومنها 6 أيام من شوال.
هي نوافل مهمة تجبر ما في صيامنا من خلل أو نقصان. بل إن العلماء والصلحاء اعتبروا بأن الذي وفق لصيام 6 أيام من شوال هذا علامة على قبول صوم رمضان. من علامات أن الله تعالى قبل منك صوم رمضان وأن صومك كان صحيح وكان مبارك أن الله تعالى يوفقك لصيام 6 شوال، هذه علامة. فإن هناك قاعدة عند أهل العلم أن الله تعالى إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده، كما جاء في بعض الأثر ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ثواب الحسنة الحسنة بعدها. إذا تقبل الله منك عملا صالحا يوفقك لعمل آخر صالح، وإذا لم يتقبل الله منك منعك وأوقفك. فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى، كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة كان ذلك علامة على رد الحسنة وعدم قبولها. هناك من يقوم بحسنة في رمضان، ولكن ما إن يدبر رمضان حتى يبدأ يخطط للسيئات ويخطط للمنكرات، هذا دليل على أن الله تعالى لم يتقبل منه. لو تقبل الله منه العمل الصالح لوفقه للعمل الصالح بعده لا للعمل السيء. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويتوب علينا ويسرنا. ثم أيها الأحباب الكرام، الموفقين الذين يوفقهم المولى للصيام 6 أيام من شوال هذا معناه أن الله تعالى يحبهم ويقربهم إليه، لأن الله تعالى إذا أحب عبدا ورضي عنه فإنه يزيده قربا من ربه، هذه القاعدة. الله تعالى إذا أحبك زادك قربا إليه. والأمور التي تقربنا إلى الله أن ربنا يوفقك للفرائض ثم بعدها للنوافل. فقد جاء في الحديث القدسي عن رب العزة جل جلاله قال: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الله تعالى يحب هذا العبد الذي يتقرب إليه بالنوافل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب علي مما افترضته عليه، الفرائض أولا، ثم بعد الفرائض العبد المؤمن يزيد في النوافل. هذه النوافل تبدو متعبة، تبدو فيها مشقة، لكن هل تعلمون بأن النوافل هي علامة المحبة؟ أنك كلما تعبت في النوافل أحبك المولى. وإذا أحبك الله ما الذي يقع لك؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. كيعطيك الله واحد البركة عظيمة في السمع، سمعك غيتبرمج، لن يسمع إلا الكلام الطيب، لن يسمع إلا الخير، لن يسمع إلا الذكر الحكيم، لن يسمع إلا الأخبار السارة، لن يسمع إلا المبشرات. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. هذا البصر فإن الله تعالى يحيله على الخيرات، على الملكوت، ترى أشياء الناس محجوبين عنها. هناك ناس لا يرون جمالية الكون ولا أسرار خلق ولا إعجاز رب العالمين، ولكن المؤمن المتقرب إلى الله بالنوافل يبارك الله في بصره وبصيرته، فيرى أشياء غريبة، يرى الجمال في كل مكان، يرى جمال الشمس والقمر والنجوم والكواكب والأشجار والبحار، ويرى الجمال في أولاده وأهل بيته، ويرى الجمال في مجتمعه ومحيطه. ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، يعني مبارك هذا الرجل أو هذه المرأة الذي تقرب إلى الله بالنوافل، صارت يده مباركة أينما وضعها كيربح، واللي تصاحب معاه كيربح، واللي سلم عليه كيربح. ورجله التي يمشي بها، أينما حل وارتحل الربح حوله والربح معه. فهذا القرب الذي يتحقق عن طريق الاجتهاد في النوافل يزيد في الصلة بين العبد وربه، وهذا يحقق الصلة في كل زمان وكل مكان بلا انقطاع ولا غفلة.
هل تعلمون أيها الأحباب الكرام أننا جميعا نحن معشر الصائمين الذين وفقنا المولى لصيام رمضان، ربنا وعدنا بأنه يوفينا أجورنا يوم عيد الفطر، وقد وفانا، هذا هو يوم الجوائز، فيكون معاودة الصيام بعد الفطر شكرا لهذه النعمة، وقد أخذنا الجائزة الكبرى. فالنعمة التي أنعم الله علينا ما هي؟ هي مغفرة الذنوب، يعني كل ما وقعت فيه من خطايا، كل ما وقعت فيه من ذنوب. هناك من يقع في الغيبة، هناك من يقع في النميمة، هناك من يقع في السرقة، هناك من يأكل أموال الناس بالباطل، هناك من يقع في الشعوذة، هناك من يقع في أشياء كثيرة. لا ضير، ربنا يغفر كل شيء، مجرد أن تصوم رمضان وتتبعه بست أيام من شوال ربنا يغفر كل شيء، غفر لكم ما تقدم من ذنبه. لهذا سيدنا النبي محمد بن عبد الله خير خلق الله كان من سنته أنه يقوم الليل حتى تتورم قدمه. سيدنا النبي قدماه معروفتان بأنهما دائما متورمتين. أمنا عائشة تقول له: يا رسول الله، حسبك أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرت؟ فكان يبتسم ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. فالشكر لله تعالى يقتضي من العبد المؤمن أنه يشكر على الشكر. وربنا عز وجل أمرنا بشكر نعمة الصيام رمضان بإظهار ذكره. لاحظوا أيها الأحباب الكرام أننا في عيد الفطر السعيد أمرنا ربنا بإظهار الشكر، فقال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكبروا الله على ما هداكم. فكان الناس يقولون: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا التكبير ما معناه؟ معنى إظهار نعمة الشكر لما وفقنا الله من صيام رمضان وقيام لياليه، ولعلكم تشكرون. ومن جملة الشكر أننا نوفق أيها الأحباب للصيام ست أيام من شوال، وربنا يعيننا عليها. الله يعينك، ابدأ أيها المؤمن، ابدأي أيها المؤمنة، الله يعينك رغم العطش ورغم الحرارة ورغم أن عندك عمل شاق ومتعب، فإن الله تعالى يغفر ذنوبك ويقضي حوائجك ويوفقك لما تحب وترضاه. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.